السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح فطوركم وصح سحوركم، نتمنى كم تكونوا بخير. اليوم فيديو اليوم بسيط، عبارة على تحلية، يعني ما مشريت والو، يعني كانوا حوايج عندي في الدار لميتهم ودرناهم تحلية. جت تهبل الحق، جت تسخف، قلت نشارككم. يعني انا صورتها، قلت اذا جت تحلية باهية نشاركها معكم، إذا ما جتش يعني في المستوى ما نشاركهاش. الحقيقة جت رائعة، قلت ننزلها فيديو وما هيش مكلفة، خلاص بمكونات بسيطة جدا. وكما قلت لكم حويج عندي في الدار، نتمنى تعجبكم. وقبل ما تخرجوا ما تنسونيش بلايك ومشاهدة ممتعة. والطريقة كالعادة في النص الأخير تاع الفيديو. هنا درت الفلان عادي، نص ساشي تاع فلان، هذيك النوعية تاع الساشيات، ونص باكي تاع فلان. خثرتهم بشوية تاع نشا، كمية قليلة تاع نشا، وزدت لهم كمية تاع لحظة باش تجي متماسك. يعني شفتوا الطريقة هذه خدمتها قبل، وخليتهم يبردوا، من بعد حطيتهم في الفريجيدير باش يتماسكوا اكثر. ومن جهة اخرى كنت كل خدمنا كيكة، ومن جهة أخرى كنا خدمنا كيكة صغيرة، بسكوتشو صغيرة. البسكوتشو هذه المقادير تاعها هي بيضة واحدة وفنجال زوز فنجال الحليب وفنجال زيت وباكي واحدة خميرة، وزن 10 غرام. والباقي طبعا الفرينة حتى تحصلي على قوام الكيكة. اذا راح ديري زوج بيضات ديري فنجان واحد حليب، اذا راح ديري بيضه واحده ديري زوج فنجان حليب. وكما قلت لكم فنجان زيت، الكيل هو بالفنجان تاع القهوه. وخليناها تطيب، من بعد راح نفتتها كيما هكا، نحطها فوق الفلان هذيك. هي كيكة صغيرة ما هيش مكلفة يعني، خلاص بعد ما عمرت لي فارينا ذوك بالكيكة نحط فوقهم كريم شانتي. ومن جهة اخرى كان عندي الكاوكاو
طايب ورحيناه قبل، كان عندي محتفظة بيه في الفريجيدير. حطيت فوقك الكيكة، من بعد حطيت الكريم شانتي كما تشوفوا. من بعد زدت حطيت شوي من الفتات هذاك تاع الكيكه فوق فوق الكريمه، وزدت اضفت شوي كاوكاو، ومن بعد برشت الشوكولا من الفوق. وكنت راح نبرشها كامل لكن بنتي قالت لي راح نربيها يعني كامل، لكن بنتي قالت لي خلي حبات يعني زيني بيهم. وجدت تحليه رائعه رائعه. الفلو درت فيه مغرف واحد سكر لانه نص باكي ونص صاشي تحليه، مجاش حلو بزاف. ومن الفوق جات التحلية حلو، والفلان جا من تحت يعني ماهوش حلو بزاف. الفلان يعني كسر الحلاوة تاع الطبقة الفوقانية. جات التحلية في قمة الروعة صدقوني، إذا جربتوها ما راحش تندموا. والباقي تاع الكيكة في الدخل في الفريجيدير.